ما زلنا في هذه الأيام والليالي نؤبن امرأة دخلت التاريخ عنوة، امرأة حفرت اسمها في ذاكرة التاريخ، شاء التاريخ أم أبى. ما زلنا نتحدث ويتحدث العالم الإسلامي بشكل عام عن امرأة تلقت ما تلقت من المصائب، وهي القائلة على قبر أبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لصرنا لياليا. ما زلنا نتحدث عن شمس ساطعة يا طالما أزاحت الغيوم المتكدسة في سماء العصمة. ما زلنا نتحدث عن ذلك البيت المطل على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اسمه بيت الأحزان. بهذا البيت أخذت الزهراء تبكي لفقد أبيها، ولكن بقرارات صدرت من الطرف الآخر أو من الأطراف الأخرى بمنع الزهراء سلام الله عليها من رفع صوتها. حياة الزهراء سلام الله عليها مليئة بالعطاء، مليئة بالدروس والتحدي. إحنا الشيعة الإمامية بشكل عام اليوم لما نجتمع في أي زقاق في أي مكان، اجتماعنا هو عبارة عن خط معارضة. إحنا الشيعة الآن لما نطلع بالإعلام وغيره، بمجرد أن نجتمع سواء كان صاعد خطيب منبر أو رادود حسيني، إحنا اجتماعنا بحد ذاته هو خط معارضة، لأن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين دورهم دور خط المعارضة. في هذه الأيام لما نجلس في الليالي الفاطمية بالروايات الثلاثة، أي مناسبة لأي حد من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، لابد أن نخرج بنتيجة. أولا، ما هي الأهداف المستوحاة من حياة فاطمة سلام الله عليها؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا قتلت فاطمة سلام الله عليها؟ 18 سنة ترى، وأبوها النبي وراحت شهيدة، مو ليش راحت شهيدة 18 سنة؟ هذا 18 سنة وبنت النبي يجب أن تكرم، يجب أن تدلل، يجب أن تراعى. هذا السؤال بهاي الأيام محتاجينه. إحنا اليوم مو محتاجين فاطمة سلام الله عليها أم تنور الطين شيلان الزهرة. هسه شيلان الزهرة وتنور الطين، ما أدري رواية آية والله ما أدري، هسه خاب نحشي وتقوم عينا زوبعة. عمي ما احترمات التنور الطين، بس كل ما في الأمر ترى فاطمة أم المقامات. فاطمة سلام الله عليها مو أنا أقول، أنا نكرة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: نحن حجة الله عليكم وجدتي فاطمة حجة علينا. يعني فاطمة سلام الله عليها حجة على الأئمة المعصومين. هي لما صارت حجة على الأئمة المعصومين عن فراغ؟ لا أبدا. مرأة وصلت إلى القمة الهرمية، صارت وعاء علما إلى أئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فلما نعرض فاطمة، صح أكو بسمار ما أريد أنكر، وصح أكو ضلع انكسر وأكو باب اندفع. ليش؟ تصادم بالمصالح ليس إلا تعارض بالمصالح. ترى خروج فاطمة سياسي. اسمع، خاف يجينا واحد أعمى يقول شنو علاقة المنبر بالسياسة؟ أو لا لا، هناك علاقة وثيقة بين السياسة وبين المنبر، لأن الإمام الحسن سلام الله عليه أو الإمام الهادي عفوا سلام الله عليه في زيارة الجامعة الكبيرة، كلكم مثقفين قارين زيارة الجامعة الكبيرة، بعض نصوصها مهمة يجب أن نقف عندها. واحدة من النصوص: السلام عليكم يا ساسة العباد، يعني المعصوم أيا كان من فاطمة إلى رسول الله إلى الإمام المهدي، ذول الأئمة المعصومين جميعا يتعاملون بالملف السياسي. ليش؟ ويتعاملون بالملف العقائدي، يتعاملون بالملف الديني الفكري الفقهي. نعم، على حد سواء. يعني الحسين سلام الله عليه خروجه ما كان سياسي؟ اي نعم كان سياسي. شاف يزيد يتلاعب بالمال العام والخاص، فالواحد زادي متمرد قال له مثلي لا يبايع مثله، خروجه سياسي الحسين سلام الله عليه. فخاف تسمع لك كم خط هاي الايام يقول شنو علاقة الدين بالسياسة؟ اهل الدين طبقوا عسرة، خلونا نسولف بالسياسة. هذول عميان، لان جزء من الدين هي السياسة. يحتاجين منبر بهذه الايام يتحدث بالسياسة، يرفع صوته. ليش؟ لان حتى نوعي الشارع، هذا الجيل نوعيه، لانه بعض الممارسات تمارس بالشارع العام الاسلامي بشكل عام، عفو الطوائف، بشكل عام بالشارع الاسلامي لا تمت الا الاسلام بصله. هسه وقف لك مرة عجوز
أو بنية شابة قلها ماذا تعرفين عن فاطمة؟ قل لك يا ويلة عتهة النور وراح نسوي ليلة الجمعة شيلان الزهرة. شين السالفة يا زهرة؟ منين شيلان؟ سويتوا لها شيلان الزهرة؟ أم المقامات هاي عمي. كثرة الطلاق، هذا زواج القصر، له الولد قاصر بعده صبي حتى مو شاب، والبنية قاصرة، أدري ببيتهم ماكو لقمة، خلي يسمعوه، خلي يصير عمره 20 25. هسه صح ماكو إشكال شرعي، بس عمي إحنا قاعدين ببيئة ما ترحم، حتى لو عمره 15 20 سنة ما تفتهم. أول ما تجي أقول لك نسواننا اليوم أمهاتنا يدورن مستوى ثقافة وصلاة الليل، لا كذب على روحي. اليوم المتعارف الجنة مو سموها جنة، الجنة لما تجي شو تريد؟ ها تجي يعني خدمات، مو هي هاي مسكينة لا تعرف تمسح لها جامة لا تطق لها بيضة. واحنا مجتمع ما يرحم، لأن أول ما تجي الله خلقها إما للخدمات تعجن وتخمز. وهذا واحد من رجال الدين يقول في يوم من الأيام، وأنا هم نصحك يعني لما تريد، خلي بالك يمي، لما تريد تقدم على الزواج مع احترامات للآباء لا تزعلون. ليش لا تزعلون؟ للإمام علي يقول إنما أولادكم خلقوا لزمان غير زمانكم، زمانكم راح بعد. أنا أبوي بالسبعينات كان لما يطلع مثلا يخلي الساعة مالته بالشاكيت، شايفين هاي القديم، حس يعني أقدر أقلد أبوي أخلي ما يصير، مو صحيح، ذاك زمان وهذا زمان. فأنت لما تريد تدور لك مرة حضن دافئ متشرع، لا تخلي أمك تدور لك مرة، تسمعها زين ولا يزعلن الأمهات. ليش؟ أمك تدور وحدة تعجن وتخبز، أهل ما تدور مستوى ثقافي وصلاة الليل، إيش يسوي بيها؟ لأن هي ما عندها هاي السمة، فاقد الشيء لا يعطيه. واحد من رجال الدين يقول في يوم من الأيام رحت أشوف لي وحدة، يعني المرأة زوجة للزواج. المهم والإمام الحسن يقول محل الدين والدنيا إن اجتمع. أنت صح تدور دين، بس بنفس اللحظة شو تدور؟ هم تدور جمال، هذا حقك. أقول لك شنو الفائدة؟ هي صلي صلاة الليل وأخوك الصغير ما أدري وصلان ينام يمك، ما يصير عمي، هي مو حياة هاي. لا دور جمال ودور دين، هذا حق مشروع لك. المهم يقول لما رحت شفتها شكلها ما عجبني، بيها شيء ما بيها شيء. يقول لما طلعت حتى أنقل لك المنطق المألوف علي اليوم، يقول لاقتني أمها أم البنية، قالت لي والله شيخنا يعني شنو رأيك ببنتي؟ قلت لها والله أنتم عالة مستورة متدينة، بس يعني شكلها ما عجبني من حقه. قالت لي والله عد بنتي فاتتك. لا عمي، قالت عندها امتيازات. جيب الامتيازات، بس انت لما تسمع الامتيازات عندها شهاده جامعيه ما تعرف. شوف الامتيازات العرفيه. قالت لا والله عود بنتي تعرف تعجن وتخبز. شا قلت لها عندي فرن انا تخبز وتعجن. اذكروا محمد والدنا. اللهم صل على محمد وعلي محمد، عجل محل الشاهد. فاطمة سلام الله عليها كانت تتحرك وفق هذا المنظار الإسلامي الحنيف. علي بن أبي طالب كزوج بالبيت أيضا كان ينظر وفق هذا المنظار. ولذلك اليوم محتاجين نعرض فاطمة بهذا العرض، مو غير عرض، بل عرض الذي عرضه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قالها بني فاطمة ما هو أفضل شيء، وجاوبته فاطمة قالت لأن لا ترى رجلا ولا رجل يراها. أكو موضوعية المرأة لما تطلع للسوق، أكو موضوعية بالسوق يا أخي، خروج المرأة مو حرام بس أكو موضوعية، أكو إسلام، ما تخلي تطل مكياج وتطلع. هذا المكياج لمن؟ عرض أزياء ومو عرض أزياء. أكو موضوعية المرأة لما تزاحم الرجال في أي مجال من مجالات الحياة، أكو دين، أكو شريعة. نعم، ولذلك فاطمة فعلت هذه المنظومة، أجمل منظومة للعنصر النسوي عند فاطمة سلام الله عليها. ولذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يراعي هذا الجانب. لما بنى لها ذلك البيت أطلق عليه بيت الأحزان، أخذت فاطمة سلام الله عليها تبكي لفقد أبيها. الرواية تقول علي بن أبي طالب بعد ما بنى لها ذلك البيت جاءوا إليه بعض الصحابة يشكون شاكين، قالوا له يا علي ضع لنا وقتا، أما أن تبكي في الليل وأما أن تبكي في النهار، هي هاي الظلام التي قتلت من أجلها فاطمة 18 سنة أبوها النبي تقتل، ماتت شهيدة. ليش ماتت شهيدة؟ مو حتى الشيعة بعد 1439 سنة يجلسون هنا
وبعد ما يوصل المصيبة الخطيب يرفع ايده ويرطم على راسه. لا تسمع حزين ابونا بعلو صوت. لا لا، فاطمة سلام الله عليها ماتت شهيدة بهذا العمر. حتى شكو فاسد، شكو خطأ بالشارع، الاطمع على راسه ندبرها. نشعر مو مالك مستوى، لا حد يزعل. احنا بس نعرف شيلان الزهرة وتنور فاطمة، هذا هو. امشي بالشارع اليوم ايش تعرف على الحسين؟ حسينيون والوراها زرديون. يا معود يا زرديون، حسينيون الهيون، وجه وقفه متدين، اهل البيت مشاريع علما للتصدي. الحسين كان يعرف العمليه كلفه دماء، نعم كلفه دماء وسبي واعتداء على العائله. بيوم العاشر باوع البني اميه، قال تعالوا استردون، قال له راسك. راسي؟ قالوا له ايه، شال راسه وطايلهم. ها ها سيدي ليش؟ قال منطيت راسي من اجل استقامه الدين، ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي، فيا سيوف خذي. اخذته السيوف وقتلته الرماح وسالت الدماء على رمضاء كربلاء من اجل الحفاظ على بويضه الاسلام والمسلمين. هو هذا اللي ارادته فاطمه. اليوم اليوم اللي مخلين ايدهم بيد الاحتلال وبيد السفيره الامريكيه، خلي يسجلوا علي. اقول لك هو انا شايل الدعوه وحدي، مو دخلنا شيء زين. المهم اليوم اللي يخلون ايدهم بيد السفيره الامريكيه وبيد الغرب يمثل خط فاطمه، لو يمثل خط قاتلي فاطمه. ياهم منهم، ياهم منهم قاتلي فاطمه. نعم امريكا شو تمثل؟ تمثل الشيطان الاكبر. شوف احنا بكل بلدان العالم، كل بلدان العالم عربيه وغير العربيه، نعرف به السفير او السفيره وين يقعد. يقعد بسفارته وينشب، ما يتجول بالبلد. اليوم العراق اصبح دويله علما لامريكا. هذا المهرجان الاخير اللي عقد في بغداد، بس هو والله مهرجان. شو رسم لك؟ رسم لك حضارة العراق العميقة عبارة عن عرض أزياء ليس إلا نسوان طلع سيقان. هذولا ما يستحون، ايش قالوا النفسهم؟ نسوان طلع صدورها، ايش قالوا النفسهم دول؟ وهي حضارة العراق، حضارة 7000 سنة بلعت يا علي. شنو المناسبة؟ المناسبة جاك مو أهلا للكفاءة. شوف أمريكا اخترقتنا، اول بعد السقوط مباشره ايش قالوا؟ قالوا الحكم للاغلبيه. اوقف، ومن قال لك الاغلبيه يا وادم؟ منو؟ لا لا، خلاف منهجيه علي بن ابي طالب سلام الله عليه. منهجيه علي بن طالب شنو؟ الرجل المناسب بالمكان المناسب. ما له علاقه يحكمني واحد سني شيعي صابئي يا ايزيدي يا مسيحي، ما له علاقه بي. اقول لك انام بقبري، انام بقبري، ما له علاقه بي. دينه اله بس حقوق علما الي. هاي البوصلة ضايعة اليوم. فبالمهرجان الأخير، تعرفون هذا المهرجان يعني بزعامة من؟ قيادة من عقد؟ بقيادة السفيرة الأمريكية. يا علي يا شيعتك علي، يا أبا علي منين يجيب؟ هو هذا الموجود، منا وهابية ومننا ذباحة. يا أبا علي منين يجيب؟ ابتلى بلوى علي، على قولة واحد من العلماء يقول علي علي ما لاقي غير، علي ما لاقي غير. إيه وين يطوى؟ وهذا الموجود. شيعك شاش لا تزعلون، بس تحملون. داحتك مو كما اراد الحسين. اقول لك احنا اليوم لو مجتمعين تحت خيمه الحسين سلام الله عليه نوصل هذا الحال؟ انتم قاعدين تقليد واحد، اتحداكم وعلي، متفاوت مو؟ من جمعكم؟ خيمه فاطمه مو؟ خيمه الحسين. لما جمعنا الحسين وخيمه فاطمه، خلوه جامعنا الحسين، خلوها جامعتنا خيمه فاطمه. البعض ما يقبل، بس يخلص محرم وصفر وهاي المجالس نرجع. انت شو تقلد؟ يابا تكلمت بالتقليد، وشنو علاقه التقليد؟ أو أنا شقلد ذاك الشيء قلد، ولك مذهبك يحارب الآن. شبهات على قدم وساق، والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق. خيط واحد يبعدك عن القضية. عندنا شاب ما وعيناه خلصناه وياه تردم. لا لا، بعض الخطباء لا يزعلون مني، أريد بهم الخير. بعض الخطباء على المنبر تدري شو يلعب؟ ختيلان. ولك يا مال ختيلان، ناس مشوربة عمي، صارحوا الناس. مو المؤمن مرآة المؤمن، رحم الله من أهداري عيوبي. البعض يخاف والبعض يجامل، يا مال مجاملة مال خوف. أقول لك شنو الخوف؟ هو هذا اللي خلاه منه؟ الله، الله يشيلها مو هو. كفى بالموت حارسا، كفى بالأجل حارسا، هو الأجل يحرسك، ما لك علاقة. أنت انصر الله ينصركم. شاو الحسين من طلع قعد بالمدينة؟ شاو ذا قعد بالمدينة، شنو يعني؟ ينزل من قدره يبقى حسين، دخله مني. النبي يقول حسن وحسين إمامان قاما أو قعدا. شنو قاما أو قعدا؟ قاموا وقعدوا؟ لا، قاما بالثورة أم لم يقوما بالثورة؟ هم باقين أم معصومين؟ مو كيفك. فاللي يخلي إيده اليوم بيد الغرب شو يمثل؟ يمثل القاتلي فاطمة، وهذا الواقع. لذلك أمريكا أعلنتها قبل أيام بشكل واضح وصريح، علت صوتها مو أعلنتها،
قالت نحن نقف مع إسرائيل بشكل واضح وصريح ضد حاربها ضد غزة. شفت لك سفير أي بلد بالعراق خارج العراق دول الإسلامية والعربية انطرد أمريكي؟ لا، ولا من باب الاحتجاج، كلهم عملاء كلهم طبعين. أقول لك شنو التطبيع؟ خاف البعض ما يعرف شنو التطبيع. التطبيع عبالي يفتحون سفارة يمنى، مو هذا التطبيع. التطبيع بمجرد أن تسكت وأن ترضى لما تفعل إسرائيل، وهذا التطبيع. حكام العرب بدون استثناء كلهم طبعا، خذها مني، كلهم طبعا، مصالح ليس إلا محل الشاهد. فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في الدار وفاطمة عند قبر أبيها، جاءوا شاكين لعلي بن أبي طالب، قالوا له يا علي ضع لنا وقتا أما تبكي في الليل وأما تبكي في النهار. لهذا الوقت فاطمة سلام الله عليها تشكو تبث آلامها وحزنها على قبر أبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أصعب شيء مر على علي بن أبي طالب وين؟ أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يقول لما أذيع نبأ وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، صعد أبو ذر على ربوة مرتفع صاح أيها الناس تفرقوا، لقد تأخر تشيع فاطمة هذه العشية. الرواية تقول عن أسماء بنت عميس لما انتصف الليل أمرني مولاي علي أن أأتي بالضياء وقد وضعت الضياء على المختصر. تقول أشوف مولاي علي بدأ بتغسيل فاطمة، أخذ بتغسيلها لحظات عاف تغسيلها وراح إلى أي مكان سيدي علي. تقول أنا ظننته أن يأتي بحاجة من حوائج تغسيلها أو تجهيزها، لكن الإمام تأخر. يقول تبعت الإمام، رأيت الإمام جالس في إحدى زاوية من زوايا الدار ودموعه تجري على خديه. قلت له سيدي يا علي مما بكاؤك؟ أنتم توصون بالصبر وتجزعون؟ قال يا أسماء إن الصبر على مصيبة لجميل، ولكن على فاطمة ليس بجميل. ما الخبر يا علي؟ قال أسماء أنا رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور. الله ويلا شلون